السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير، شخباركم؟ شكتعودوا؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا فرحانات ونشطات وعلى خير. فين وصلتوا مع دخول مدرسي؟ فين وصلتوا مع وليداتكم؟ خليتوا شي كتوبه؟ خليتوا شي كراتيب؟ اي والله يرزقنا ويرزقكم، والله يعطينا ان شاء الله الرزق والقوه باش نكونوا مع وليداتنا. هذا الشيء اللي كاين البنات اليوم، كما كتشوفوا هذا الروتين واخا ماشكيت عليكم، مريضه، شد فيا هذا الريح هذا تقريبا اليوم ماشي 4 ايام ولا 5 ايام، ولكن نطل شغلي، ما عندي ما ندير البنات، وانا من النوع اللي ما كنشربش الدواء. انا واخا البنات هكا كيجيني الرواح وذا ما كناخذش الدواء ولا كاش اونتي بيوتيك ولا شي حاجه نهائيا، الا كثرت كناخذ العسل ولا مثل الحامض ولا زعتر ولا ما يمشي حاجه. اما بالنسبه للدواء اش نقول لكم، سنين هذه بيني انا غير مع اسبيجيك ديك الاخره، سنين بيني مع ما عنديش مع الدويان بزاف. هادشي اللي كان البنات، واخا هو صراحه وما ديروش بحالي، لان ملي كتاخذوا هكا الانتيبيوتيك تي كت دغيا كتنوضوا، ما كيبقاش شاد فيكم بزاف. هادشي اللي كان البنات. مهم هنايا بديت بالغدا، لان اليوم البنات الجمعه، غتبان لكم الكوكوط راه هي مشعوله، شعلت الكسكسو هو الاول بديت بها البنات، وعاد جيت هنايا عمرت الماكينه بالماعن، راه يلا غادي نشعلها معكم حتى نغسل هادو اللي ما كنديرش في الماكينه. بالنسبه لديك الترموس شتوها البنات، كنت درتها واحد المره وهي تقشر، وهذيك الكوكوط حتى هي ما شي مرات كنديرها شي مره ما كنديرهاش، لان هي اينوكس صراحه ما كدير ليها الماكينه والو. صافي هادشي اللي كاين البنات، وغادي نشارك معكم واحد التقضيه من بيم، ونشارك معكم الحويجات اللي كنت قلت لكم خديت لبنتي. يلا كثر نشاركوا معكم، كما قلت لكم كنت مرضت مورا اخر فيديو حطيت لكم، ودابا البنات باقيه مروحه، غير النفس هي اللي هي اللي ما كتخليناش نجلسوا. صافي المهم انا البنات غادي نخدم هاد الماكينه هذه. بالنسبه للبنات الجرانيت راه ما كيخسرش فيها، هي غير الالومنيوم وتلم البلاستيك حتى هي راه ما كيخسرش فيها. هادشي اللي كاين هنا غادي نخدمها، وغنوريكم البروغرام اللي كنخدم بزاف، هو هذا ايكونومي على الماء وعلى الضوء، يعني اقتصادي، هذا هو اللي في الغالب كنستعمل. وهنايا غندوز نشارك معكم التقضيه اللي خديت من بيم، هي ما فيهاش البنات شي اساسيات، ولكن فيها شي حويجات اللي خديتهم على حساب لوجين الكوتي، بحال هاد الكريمه هذه ديال الطبخ غتنفعني بزاف في الوجبات هكا اللي كيكونوا دغيا كيوجدوا، لي ساندويشات لي غاتا، مهم بزاف غادي تنفعني. وخديت هاد دانون هذا يمكن خديته بشي درهم ونص، وهنايا خديت هاد الفرماج هذا حتى هو غادي نحتاجو، اول مره نستعمل هذيك النوعيه. وخديت هنايا ديك الزبده، وقيلا هاد جوج خديتهم بشي 19 درهم، هاد الباك هذا فيه نص كيلو على ربعه، نصايبو ان شاء الله شي حاجه للكوتي. وهنا خديت هاد صوص الصوجة، وخديت هاد المرتديلا هادي بالاعشاب، وخديت هاد صوص طوماط هادي، غنصوب معكم ان شاء الله حتى البيتزا نحتفظو بهم هكا في المجمد على حساب المدرسه. وخديت هاد النوعيه هادي ديال لي بات، من هنا البنات كنبغي نقول لكم على حساب الكوتي اللي كيتغداو، المهم ماشي الكوتي اللي كيتغداو وليداتها اولا كياكلو في المدرسه، تحاول طيب ليهم داكشي اللي كياكلوا، يعني الناس ما تتبعوش دوك الوصفات راه اللي طيبت شي وحده انا نطيب بحالها، لا شوفي انت بنتك ولا ولدك شنو كياكلوا. المهم هذوك لي بات، وهنا خديت لهاد الباندومي اللي كومبلي، وخديت هاد الخل هذا وهذا ديال الحامض، وخديت شامبوان وهاد الصوص بيشاميل. كما قلت لكم البنات دائما شوفي انت يا بنتك ولا ولدك شنو كياكلوا، ما تطبقيش وصفات ديال وحده اخرى. انا البنات داكشي اللي كتاكل يا بنتي هو اللي غنبقى نطيب ليها نهار الجمعه. البنات انا غنبقى ندي لها كسكسو، ما نكذبش عليكم، لان هي كتحماق على كسكسو، هي يعني من الاطباق او من الوصفات اللي كيعجبوها، يعني ما غاديش نمشي ندير لها شي حاجه وحده اخرى غير باش نطبق شي وصفه ديال شي وحده اخرى، ولا لا البنات سيروا مع السهله ومع الموجود، داكشي اللي عندك في الدار، ما غاديش ديري انت تبارك الله المدرسه راه عندها مصاريف وتزيدي عليك بميزانيه اخرى ديال ماكله بنتك بوحدها ولا ولدك، عاده باش ديري ماكلتكم نتوما بوحدكم، لا هادشي اللي كاين. البنات انا راه غنبقى ندير لها هكا وصفات ديالها، ونقدر ندير ماكله وحده ونهز منها ليها الماكلتها، ماشي بالضروره اننا
نقسموا كل واحد وما ثلاثه. هذا الشيء اللي كاين البنات هنايا. من بعد ما خويت الثلاجه كامله لان كانت البنات معلكه، خويتها كامله. وهذا البرودوي هذا ديال الاسبيروكس زوين، غير هو البنات ماشي اقتصادي باش ما نكذبش عليكم، هو زوين وكيمشي بحال الو. انا الو كيجيني اقتصادي كيبقى عندي شي مره شهر ونص شهرين كيبقى، اما هاد الاسبيروكس ما كيكملش ليا 20 يوم، ولكن هو زوين باش ما نكونوش نكذبوا، هو زوين. صافي البنات خليت هاد الشيء كيف ما هو حيت طاب الغداء وضرني الجوع. صافي واخا ما كلك كلها كتجيني باسله، ولكن الجوع راكم عارفين انا ما تنصبرش الجوع، ما تنصبرش العطش. هادشي اللي كاين اختي هكا كنسقي قبلي عليه. هادشي اللي كاين انا البنات الا جيت نستف الخضره اول حاجه كنتحرك، وثاني حاجه ما نجي فنحط لهم كسكسو حتى نحطو لهم بارد. انا اختي تسقيتي هي هادي، والخضره انا حتى مول الدار كيبغي الخضره تكون طايبه بحال هكا، ماشي هكا ديك خيزو صاين، وهذا خص الخضره تكون بحال هكا طايبه. صافي هادشي اللي كاين البنات، هذا هو الكسكسو ديالي والطريقه راه مشاركه معكم في البدايات ديال القناه. هذا هو الكسكسو، غادي نتغداو ان شاء الله وارتاحت واحد نص ساعه عاد رجعت للكوزينه عاوتاني. ها نتوما البنات غسلت بعدا حتى دوك المعينات ديال الكسكسو، القصريه، الكوكوط، الكسكس، كلشي غسلته حطيته على جنب، وزدت غسلت هادو حتى هما اللي كنترشيت عليهم داك البرودوي. غسلت الشبيكات، هاد المجيرات هادو ديال الجنب، كلشي تغسل، كلشي تنقى، لان الناس غسلتها غسله ديال القلب ماشي مره. فكان مره كنضرب عليها مسيحه، ولكن لا دابا خصها الغسيل. صافي وغادي ندوز باش غادي نستف كل حاجه. اليوم البنات بدلت، غتشوفوا المهم في الثلاجه مول فدوك المجيرات كندير فيهم دوك لي صوص. المهم بدلت، خليت دوك المجيرات تقريبا خاويين، واستغليت هاد الشبيكات بزاف لان ما تنجيبش انا الخضره بزاف، كنجيب شويه شويه. المهم بالنسبه للبطاطا والبصله راه عندي فين كنحطهم، لهذيك الطاجيرات الثلاثه اللي كتشوفوا معايا، وكيبقى لي تما شويه مطيشه بحال الخيزو داكشي ما كنجيبوش بزاف مطيشه وهكا. المهم الخضره الاخرى راها معروفه، خليت لها واحد ثلاثه ديال الشبيكات راه هما اللي غندير فيهم الخطيره. صافي البنات هنا كما كتشوفوا هذاك راه داك الطول اللي بقى ليا حولته لهذيك البواطه، صافي باش ما تبقاش هذيك الاخرى شاده ليا البلاصه في الثلاجه. هادشي اللي كاين البنات. وهنايا صافي من بعد المساليس راه درت ليها واحد الحكه ديال قلب البنات، والله العظيم بقى لي دابا غير الفريكوات بجوج باش نخويهم، اللي ما صافي اللي قديمه نحيدها باش هكا نخوي البلاصه باش نصوب شحال من حاجه بغيت نحطها هكا في الفريكو. صراحه البنات هو الفريكو كينفع لان الوقت ما كاينش، من الاحسن اننا نصايبو هكا حويجات بحال المدرسه ونحطوهم على جنب. صافي هادشي اللي كاين البنات. تما ديك الخضيره هي اللي بقات ليا، جوج مطيشات وواحد الكورجيطه وشويه د الحامض وواحد جوج خزوات هما اللي بقاو. شوف البنات انا خليته خاوي، يلا درت فيه هاد الخل صافي، وخليت هادوك الاخرين خاويين. كنبغي ندير فيهم شي حاجه هكا اللي كتكون يوميه كنستعملوها ونحيدوها. صافي هادشي اللي كاين. هانتوما درت تما داك الصوص هادي ديال الكاسترو ميكس البنات، راه زوين وكتجي معلكه، اي حاجه فيها الكريمه ديروا فيها هادي كتجي زوينه. صافي هنايا من بعد راه رجعت حتى داك المجيات او البنات راه كندير فيه الخضيره، الا شربت ليا شي خضيره راه كنديرها فيه، وكندير فيه عفوا كندير فيه حتى الماء. هنايا زدت واحد شويه في الثلاجه لان ديك الكريمه كتبغي شويه البروده، وراه كتبقى البنات حتى الشهر ما كيوقع عليها والو. خديت اللوجين، اللبسه الاولى هي هذه، غنخلي لكم التصويره ديالها هنايا. كتجي البنات بحال هكا، كيجيو هكا هاد الكميمه ديالها بحال هكا، وكتجي حتى واحد البابيون هنايا غير ما وصلتنيش في الكوموند. يلا قلت للسيده قالت لي راه بقات عندها غدا حتى تجيبها ليا، وكيجي معها السريوي. المهم نجربوا ان شاء الله اول لبسه وانتم معنا. بالنسبه لبنات الصبيبيط غادي ندير لها هاد الصبيبيط هذا، شفتوا كيجي زويون. غير انا خديت لها البنات كبارين عليها شويه، خديت لها 32 وهي كتلبس غير واحد كتلبس مره 30 مره 31. المهم ها هو البنات لبسوا وهانتم معنا. ونبداو اختي باول لبسه، هذا هو ديال اللبسه ديال اول نهار في المدرسه ان شاء الله البنات. هي هذه كتجي كلاس، كتجي زوينه. المهم البنات بالنسبه للصبيبطات انا مقتنعش بهم 100%، ما نكذبش عليكم انا ما كيعجبونيش الصبيبطات بزاف في اللبسه، انا كيعجبوني اختي التجينات، ما عرفتش علاش كيعجبوني التجينات هكا بوديات
سبرديلات، مكيعجبنيش الكسيوات الليبات هذاك اللبسه. انا اللي قلت لكم انا البنات ما عمري ما شريت شي ليبه لبناتي، بثلاثه عمر شي ليبه ما شريتها لهم. اللبسه الاولى بعدا شفتوها، ندوز ان شاء الله هاد الكسيوه هذه اللي كانت جايه هكا في الحمار، فيها دوك العقيقات هكا في الجنب السويك ديالها، غنلبسها مع هاد الصبيبط. غادي غير نلبسها البنات مع، اما انا كما قلت لكم ما مقتنعاش بهاد الصبيبطات 100%، وحتى خديتهم لعنيت كبارين، راه خديت 32، هي راه كتلبس غير 30 و31. صافي هادشي اللي كاين البنات. هاد الصبيبط زويه وهذا انا عجبني، ولكن المهم مازال ما اللبسه اللي غادي تجي معاه مازال ما لقيتهاش 100%. ها انتم اختي ما حيدت الصوت، حيت راه الا كون خليت لكم الصوت راه ما غتقدروش تكملوا الفيديو، انا ولو جاي راه الحرب. انتم البنات بالنسبه للصبيبط وبالنسبه للكسيوه هكا بالسويك ديالها، المهم البنات بالنسبه لهاد الكسيوات غنخليهم ليها من بعد هكا في البرد، غتبقى تلبس عليهم مونطوات، غنشوف لها مونطوات طوالي باش تبقى تلبسهم عليهم، لا هذيك الكسيوه ولا هذه. هذه البنات انتم كما كتشوفوا كتجي توبها واعره البنات هذه، وفي البرد راه غنستغلهم هكا وندير عليهم مونطوات كيجيو زوينين مع لي بوط. صافي هذه غنلبسوها ان شاء الله باش تشوفوها كيفاش كتجي. التوب هزوي ونصرح البنات الحويجات كلهم اللي خديت ليها توبهم زوين. هنا غير كنحط لكم البنات راه كما قلت لكم ماشي هاد الصبيبط ما غنلبسهمش لا مع هاد اللبسات اول حاجه كبار، وما مقتنعاش بهم. بيني وبينكم كنفضل انا ناخذ لها سبرديله، ناخذ لها سبرديله في البيض تلبسها مع بزاف ديال الحويجات كيجوا زوينين. ها انتم اختي على الكسيوه انتم جات زوينه، مازال غتلبسها لان مازال عندنا الحال سخون، وصبيبط انتم حتى هو زوين غير كما قلت لكم كبير شويه. صافي البنات انتم كنقول لها دوري، انا راه الحرب قلت لكم الله يدرا ما خليتش لكم الصوت، دورينا وهي فرحانه بيوم. ايوا هادشي كاين البنات. ندوزو للبسه اللي حمقات لي انا الستيل ديالي انا اللي كيعجبني نشوف البنات لابسين، اما اختي دوك الليباط داكشي ما عنديش معاه، كيعجبني بحال هكا. هاد اللبسه جات هكا تحمق، جاتها زوينه، هادي خصها البنات السبرديله. غير وريتكم هاد الصبيبط هذا انتوما البنات دغيا وريتو لكم، اما ما غاديش نلبسو ليها مع هاد اللبسه، غنشوف ليها سبرديله بيضاء ما عرفتش علاش. البنت راه عندها صبابط وعندها كلشي، ولكن كناخذ ليها ديما حاجه كبيره وكنحصل، كنقول لها راه غتجيها وانا عارفه اش كتلبس، راه كتلبس 31 30. ها انتم البنات هذا هو اللبس اللي كيعجبني انايا في البنيتات هكا تجينات بوديات. هاد السروال راه ديجا شاركتو معاكم، تاهو خديتو من شيئين وزدت خديت معاه هذا يلاه وصلني. انتم البنات شو كيجي زوين، التوب ديالو رطاب وكيتيرا، هذا زوين غادي تلبس فيه. وخديت لها حتى هذا، لبستو لها مع داك هذا البنات راه في الاحمر. هذاك السروال الاخر راه كنت هو شحال هذا شاركته معاكم، سروال ديال الجين، راه هنا غير بنات كنزيد شويه الاضاءه داكشي باش ما كيبانوش لكم الالوان هما هذوك. وهذا السروال كما قلت لكم حتى هو خديته من شيئين، كيجي هكا فيه دوك الوريدات في الجيوبه في اللور كيجي زوين. ها انتم البنات هذه هي اللبسه، ونسيت ليها واحد جوج لبسات مكاع ما صورتهم كنت حاطاهم والله البنات الا نسيتهم. صافي كانت حتى عيات، صافي ما بغيتش نبقى نكثر عليها، خليهم مره اخرى ان شاء الله ملي تكون لابساهم غادي بيهم مدرسه نصورهم لكم. انتم البنات كتجي هكا زوينه، وكيشوفوا هذوك الكتيفات هكا طالعين، شوف البنات كي كتجي. صافي واخر حاجه البنات غنشارك معكم هي السروال هذا، ما لبستوش ليها هذا كبير عليها ومازال ما خديتش ليه شي حاجه الفوق، مازال ما عرفتش شي حاجه اللي غادي تجي معاه في الفوق. هذا البنات كيجي بارد وعريض، شتو عرفتي واعر التوب ديالو وعريض بزاف داك العروضيه باش عجبني. وخديت ليها تما سليبات ضروريين، وهادشي اللي كان البنات في هذا الفيديو هذا. كنت بغيت نشارك معكم شي وصفه ولكن البنات ما قديتش والله ما قديت عيانه. وبسلام عليكم تهلاو.